أزمة تلوث مياه البصرة ما زالت قائمة في ظل استمرار تصريف مياه الصرف الصحي إلى مياه الأنهر. ففي منطقة القرنة شمالي البصرة، مياه الصرف الصحي تتصرف إلى نهر الفرات، وبالمقابل منها هناك نقطة إسالة تنقل الماء للمواطنين. دعونا نشاهد. اليوم السبت 9/3/2019 من قضاء القرنة شمال محافظة البصرة، ولا زالت مذبات الصرف الصحي تلقي بالمياه الآسنة ومياه الأمطار في حوض نهر الفرات. رغم كل المناشدات ورغم كل الأصوات التي دعت إلى قطع أو عدم رمي مياه الآسنة ومياه الأمطار في حوض نهر الفرات الذي يتسبب بتلوث المياه، شوف مثل ما جاي تلاحظون هذا نهر الفرات، وهذا منطقة دجلة بالفرات في قضاء القرنة، وهذا اللي تشوفونه أمامكم مجمع لنقل الماء إلى المواطنين مباشرة أمام مذب للصرف الصحي، مذب لمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار.